مرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله سوف أقوم بشرح موقع رائع جدا. هذا الموقع مثلا إذا أردتم برامب معين لصورة معينة، فكل ما عليكم هو أخذ صورة من أي مكان على شبكة الإنترنت ووضعها في هذا الموقع، ومن ثم يقوم عملية بحث عن البرامب المناسبة لهذه الصورة ويعطيها لكم إخواني أخواتي. سوف نرى ذلك في الشرح. إذن أول شيء سوف نقوم بالذهاب إلى محرك البحث الخاص بنا ونكتب Clip Interrogator 2.1، نضغط على Search، ومن ثم إخواني أخواتي سوف نضغط على الرابط الأول. إذن كما ترون إخواني أخواتي سوف نذهب مباشرة إلى هذا الموقع. إذن كما ترون واجهته جد سهلة، فهذا مكان الصور. الإعدادات اتركوها كما هي إخواني أخواتي، لكن هذا الإعداد هنا Best Mode Max Flavor قوموا بجره إلى الحد الأقصى 24 لكي يعطيكم الوصف الدقيق للصورة التي سوف تتمكنون من وضعها هنا. إذن سوف نذهب أيضا إلى محرك البحث للصور وسوف نقوم باختيار صورة عشوائية إخواني أخواتي. على سبيل المثال سوف نقوم باختيار كتابة روبوت، نضغط على سيرش، يعني نختار كلمة عشوائية أو وصف عشوائي لنرى الصور الموجودة في محرك البحث. إذن سوف نقوم باختيار على سبيل المثال هذه الصورة، أو سوف نختار هذه الصورة. إذن سوف نقوم بنسخها، ومن ثم قمنا بوضعها إخواني أخواتي في موقع Clip Interrogator. إذن ها هي الصورة موجودة هنا. إذن سوف نذهب إلى أسفل ونضغط على سوميتر، وسوف ننتظر قليلا لكي يكتمل توليد البرامبت الخاص بهذه الصورة. إذن كما ترون إخواني أخواتي لقد أعطانا البرامبت الخاصة بهذه الصورة. سوف نقوم بنسخها هكذا، وسوف نذهب إلى موقع leonardo.ai الغني عن التعريف. إذن كما ترون هذا هو موقع leonardo.ai. إذا أردتم أن أريكم طريقة عمل هذا الموقع فكل ما عليكم هو كتابتها لي في التعليقات. إذن سوف نقوم بالذهاب إلى AI Image Generation، وسوف نقوم بنسخ هنا البرامبت الخاص بنا. نقوم بنسخه هنا وسوف نضغط على Generate. سوف ننتظر قليلا ريتما يقوم بعمل توليد الصورة الخاصة بالوصف الذي أعطيناه. إذن كما ترون إخواني أخواتي فقد أعطانا الصور الخاصة بذلك الرجل الآلي الموجود في الصورة كما ترون. هذه هي الموجودة على شبكات الإنترنت ذات حقوق طبع ونشر، ولكن هذه الصورة خاصة بنا إخواني أخواتي، يعني الوحيدة الموجودة عندنا. إذن كما ترون بنفس الطريقة قمت بعمل توليد لهذه الصورة، وكذلك بتوليد هذه الصورة إخواني أخواتي، بتوليد هذه أيضا الصورة، هذه قمت أيضا بتوليد هذه الصور هنا. إذن كما ترون العديد من الصور التي قمت بصنعها بنفس الطريقة. إذن كما ترون أيضا هذه الصور هنا، هذه الصورة أيضا قمت بتوليدها بنفس الطريقة بموقع Clip Interrogator 2.1. إذن هذا كل ما في الأمر إخواني أخواتي، فهذا الموقع سوف يعني يقوم بمساعدتكم وسوف يغنيكم عن كتابة البرامبت الخاصة بكم يعني بطريقة يدوية. سوف كل ما عليكم هو أن تروا الصورة يعني من اختياركم هنا، تختارونها، تكتبون ما شئتم في محرك البحث، تبحثون عن الصورة المراد يعني توليد صورة مثلها، ومن ثم تذهبون إلى Clip Interrogator وتقومون بتوليد البرامبت، ومن ثم تذهبون إلى Midjourney أو Leonardo.ai لكي تقوموا بتوليد الصورة الخاص
بكم. إذن هذا كل ما في الأمر إخواني أخواتي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الموضوع وتكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم هذا الفيديو فكل ما عليكم هو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي لكي يصلكم جديد هذه القناة. ولا تنسوا إخواني أخواتي المشاركة في قناتنا على التليجرام، سوف أتركها لكم في صندوق الوصف، فإن قناة التليجرام سوف أستطيع أن أشارك معكم الكثير من الأشياء، لا تنسوا ذلك. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله.